وبرضه بمناسبه ما احنا كنا معاكم في الامارات وفي نفس التراك اللي كنا فيه، معانا رساله مهمه جدا من حد محبب الى قلوب كل الاهلاويه وهو دكتور حسن مصطفى، نسمعها. لا ده حاجه كويس طبعا بالنسبه لتكريم النادي الاهلي، طبعا ده تكريم في محله، لان النادي الاهلي عامل ريكورد على مستوى عالي جدا بالنسبه للنتائج، بالنسبه للسلوكيات بتاع اللاعبين والاداريين والمدربين والاخره، فطبعا دي حاجه تسعدنا جميعا، لان احنا ده اللي احنا مفتقدينه، ان يبقى في ديسيبلين وفي نظام. الرياضه هي اساسها النظام، اذا ما كانش في يعني النظام بيجيب نتائج، النتائج ما تجيبش سلوكيات وبتاع وكده يعني. كل ما انت كان عندك ديسيبلين وكان عندك نظام وعندك اسس ولوائح ماشي عليها، هي دي اللي هتعمل لك النتائج، واخد بال حضرتك ازاي؟ فطبعا اللي انا عايز اقوله ان انا طبعا كابن من ابناء النادي الاهلي انا سعيد جدا بهذا التكريم، وده تكريم محايد بغض النظر. وانا في يعني عشان سيادتك تكون في الصوره، انا في الموضوعات الخاصه يعني برضه الاتحاد الدولي بيتكرم هنا، انا ما كانش ليا صوت، وانا قلت لهم ان انا مش عايز ابقى ليا صوت ولا هنا ولا هنا، ومن هذا المنطلق ان انا اساسا بحب ان انا اقول ان النادي الاهلي دي مؤسسه عريقه، وانا بحب ان انا اهنئ جماهير النادي الاهلي العريقه، وبهنئ مجلس اداره النادي الاهلي، وبهنئ كل اللاعبين اللي هم والمدرب اللي عملوا هذه النتائج، وطبعا دي حاجه كويسه جدا تسعدنا ان شاء الله كده يعني للامام، ويكون اللي جاي احسن من اللي فات. لا هو طبعا اللي انا عايز اقوله ان يعني اذا كانت الاتحاد الدولي النهارده بيتكرم بمناسبه كاس العالم اللي كان في مصر في يناير 21، فانا بقول اللي يستحق هذا التكريم هو الحكومه المصريه والدوله المصريه، سواء بدايه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او الدكتور مصطفى مدبولي او الساده الوزراء اللي كانوا موجودين معانا في هذه المنظومه، لان الاتحاد الدولي لكره اليد او بطوله العالم اللي كانت في مصر فتحت الباب لكل الاتحادات الدوليه، علاوه على اللجنه الاولمبيه الدوليه لطوكيو 2020، وطبعا كل الاتحادات الدوليه كانت قافله، كان في خوف من الكوفيد وكده، فالحمد لله عدت على خير وكانت من انجح البطولات بالنسبه لنا. وفي نفس الوقت البروكوشن او الاجراءات الاحترازيه اللي تمت في هذه البطوله، اتعممت على كل الاتحادات الدوليه وعلى الدوره الاولمبيه اللي كانت في طوكيو، والحمد لله يعني نجحنا في هذا الموضوع. طبعا ده يعني اللي انا عايز اقوله ده ريكورد وحاجه جميله جدا بالنسبه لنا، يعني زي ان انا بقول ان النادي الاهلي هو مؤسسه كبيره وبتتعاقب، يعني بغض النظر عن مين اللي موجود النهارده وبكره مشي مين وده جاي مين، ففي سيستم معمول في النادي الاهلي ماشي بدفع هذه السيستم، وريت ان احنا تبقى الرياضه المصريه كلها يعني زي ما اللي موجود في النادي الاهلي. لكن انا برضو احب ان انا اهنئ الكابتن محمود الخطيب وهنئ مجلس اداره النادي الاهلي على المجهودات الكبيره اللي بيقوموا بيها في التطوير اللي بيتم في النادي الاهلي، سواء على مستوى المنشئات او على مستوى الفرق او مستوى النتائج اللي معموله بالنسبه للنادي الاهلي، سواء على مستوى مصر او على مستوى افريقيا او على مستوى العالم في نفس الوقت. ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في البطوله القادمه، لانه هو هنا في بطوله العالم اللي هتبقى في ابو ظبي ان شاء الله بعد عده ايام، هيبقى تكريم لمصر وتكريم للجمهور المصري والحكومه المصريه والدوله المصريه.